سأقول الآن بقرار هذا، لن أجيب على الذين قد اتهموا الاتحاد الروسي بأنه استغل حق النقد الذي يتمتع به. وسبب تصويتنا بالرفض ليس لمجرد التصويت، بل لأن هذا المشروع لم يكن متوازنا، ولو أنه كان متوازنا لما أغفل مسائل كان لابد من التطرق إليها، ولا يمكن إغفالها ضمن في هذا الإطار. وبشكل خاص ما أغفل يتعلق بكيفية سيطرة البعض على السلطة نتيجة لانقلاب، وهذه الطبقة كانت قد أطلقت حربا على المقيمين في المناطق الشرقية في البلاد وعرضوا النقد الذي يتمتع به. وسبب تصويتنا بالرفض ليس لمجرد التصويت، بل لأن هذا المشروع لم يكن متوازنا، ولو أنه كان متوازنا لما أغفل مسائل كان لابد من التطرق إليها، ولا يمكن إغفالها ضمن في هذا الإطار. وبشكل خاص ما أغفل يتعلق بكيفية سيطرة البعض على السلطة نتيجة لانقلاب، وهذه الطبقة كانت قد أطلقت حربا على المقيمين في المناطق الشرقية في البلاد وعرضوا للقصف في منطقتي لوغانسك ودونيتسك، وبالتالي هذه السلطة وبشكل مستمر قد رفضت تطبيق اتفاقيات مينسك، وقد أدى ذلك إلى نتائج سلبية على المناطق الشرقية. وفي الوقت نفسه نشير إلى انتشار القوات النازية المتطرفة التي كانت تقصف بشكل يومي منطقتي دونيتسك ولهانسك، تقتل الأبرياء من نساء وأطفال ومسنين، وأربعة مدنيين قد قتلوا مؤخرا نتيجة هذا القصف. وكيف لنا أن نغفل ذكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الوطنيون الأوكرانيون على مدى 8 سنوات، وقد حرق بعض المتظاهرين السلميين أحياء، وأطلق القناصون النار على متظاهرين آخرين. وكل هذه المآسي تم إغفالها بشكل متعمد. وفي الوقت نفسه نعرف جميعا كيف أن تحقيقا بديلا قد بين أن القناصين اعترفوا صراحة أن المجازر التي ارتكبوها كانت بتشجيع من السلطات. وفي العام الماضي اجتمع المجلس وعقد كذلك اجتماعا بصيغة أريا، وكان الهدف أن نعرض على زملائنا في المجلس المزيد من المعلومات بهذا الشأن، والإجابة هي كانت ما سمعناه من شركائنا الغربيين، وكانت تكرارا لمزاعمهم عن البروباغندا الروسية. ولكن كيف يمكن إغفال كل ما ذكرته للتو؟ كان من المجد أن نذكر كل ذلك في مشروع القرار، وأن نقيم دور الزملاء الغربيين في التسبب بهذه الأزمة الأوكرانية. فهم لم يؤيدوا فقط الانقلاب، بل إنهم قد شجعوا سلطات كييف على خطوات غير مقبولة، ويشمل ذلك التمييز ضد متناطقين باللغة الروسية، وكذلك إعلاء الفكر الهتلري بدل احترام أبطال أوكرانيا الحقيقيين الذين حرروا أوكرانيا من النازية. وإذا تتحدثون عن انتصار الديمقراطية نسيتم أن تذكروا عمليات القتل المتعمد للمعارضة السورية المعارضة السياسية، وإغلاق المحطات والإذاعات المعارضة،
وستة من محطات التلفزيون قد أقفلت وحطمت بأمر من الرئيس، وكذلك تم إرسال الأسلحة التي استخدمت لقتل المدنيين في دونباسك، وتم الدخول في لعبة جيوسياسية من دون الاهتمام بمصلحة الشعب الأوكراني، والمسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة الأوكرانية كما ملقاة عليكم أنتم السيدات والسادة. ومشروع قرار اليوم ليس سوى تصرف آخر غير إنساني في لعبة الشطرنج الأوكرانية هذه. حضرة الزملاء، كل وسائل الإعلام الغربية قد عرضت تقارير عن كيفية استهداف المدنيين في كييف وفي مناطق أخرى، وكيف أنهم يختبئون في الملاجئ خوفا على حياتهم ويهربون من قصف المدفعيات. نحن نتعاطف مع جيراننا، والرئيس بوتين ووزير الدفاع الروسي قد قال بصراحة ووضوح إنه لن يتم استهداف البنى التحتية المدنية، ولكن الوطنيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، ولذلك نحن ندين تمركز مطلقات الصواريخ في المناطق المدنية. هذا انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك المادتين 51 و 58 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف، ونحن نرى كيف يتم استغلال الوضع والبروباغندا التي يبثها الغرب. وأود أن أسألكم، أين كنتم منذ 8 سنوات، ولماذا لم تتأثروا عندما حصلت الضربات على دونباسك، ولماذا لم تلاحظوا أنه كان هناك أكثر من 4 ملايين شخص يعيشون في دونسك ولهانسك ووصفوا بأنهم انفصاليين موالين لروسيا؟ لماذا لم تعترضوا عندما قال لوشينكو أن المقيمين في دونباسك يمكن أن يعفنوا في الملاجئ؟ وهنا لا يمكنني إلا أن أشير إلى أنه في قمة البروباغندا زملاؤنا غالبا ما يعتبرون أن ما حصل في دونباسك هو نتيجة للاعتداءات على أوكرانيا، ولكن هذه المزاعم اليوم التي تجتاح الإنترنت والقنوات الإذاعية بالإضافة إلى فيديوهات تقول أن القوات الروسية تستهدف المناطق المدنية، والبي بي سي قد ذكرت اليوم في مقال الكثير من الصور المضللة التي تم نشرها على الإنترنت، ونرى كذلك صورا عن عروض وكذلك عن طائرات أمريكية قد قصفت ليبيا، وصورا عن سوريا أيضا، وحتى عن انفجار في بيروت وصف على أنه قد حصل في أوكرانيا. يمكن أن أرسل إليكم هذا المقال بكل صوره المغلوطة، ولكنني أود الآن أن أتوجه إلى الزملاء الفرنسي والبريطاني والأمريكي. مندوب فرنسا الموقر قال إن ما يحصل في أوكرانيا هو قتل للمدنيين، وهذا غير صحيح، فإن الجيوش الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية، وقد قلنا إنه ليس هناك من تأكيد لمقتل مدنيين، ومندوب المملكة المتحدة قد زعم أن الجيش الروسي يستهدف المدنيين. رأيت الصور، ولكن أؤكد لكم وترون ذلك في الفيديو أن هذه الدبابة تعرف بستريلا 10 أو بأرو 10،
وهي بحيازة القوات المسلحة الأوكرانية، وأن الجيش الروسي لا يملك هذا النوع من المعدات. هذه المعدات متقدمة، وهذا مثال عن المعلومات المغلوطة التي تبثونها. وردا على الزميلة مندوبة الولايات المتحدة وفيما يتعلق بمزاعم قصف الحضانة، هذه المزاعم أيضا مغلوطة. بالطبع يصعب علينا أن ننافس الولايات المتحدة في عدد الاجتياحات واستهداف الدول المجاورة، وسوف أمتنع عن سرد كل العمليات العدائية التي شنتها الولايات المتحدة على مدى تاريخها، وأنتم لستم في موقع يسمح لكم بأن تعطونا دروسا في الأخلاق. ختاما، نحن لا نشن حربا على أوكرانيا أو شعب أوكرانيا، ولكنها عمليات محدودة لحماية المقيمين في دمشق، وكذلك لنزع الطابع العسكري، و سوف نحقق هذا الهدف قريبا، وشعب أوكرانيا سيحظى بفرصة لكي يحدد مستقبله بكل استقلالية، وأن يعيش بسلم وحسن جوار وتعاون مع كافة الدول المجاورة.